اختتم رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي زيارته لمحافظه الغربيه بتفقد ساحه مسجد العارف بالله السيد احمد البدوي بمدينه طنطا وكذلك اعمال تطوير المنطقه المحيطه به وتجول مدبولي في اروقه المسجد الذي يتخذ طابعا معماريا فريدا وشهد عددا من المقتنيات الاسلاميه والتاريخيه الفريده كما تفقد اعمال تطوير المنطقه المحيطه بمسجد السيد البدوي هذا وتحدث مدبولي إلى عدد من المواطنين وأهل المنطقة وأصحاب المحال التجارية على جانبي الساحة حيث عبروا عن سعادتهم بحجم المشروعات الملحوظ في كل بقعة من أنحاء الجمهورية مؤكدين أن ذلك يبين الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بالنهوض بمستوى حياتهم وتوفير مستوى لائق من الحياة لهم بالفعل من مركز زفتة بمحافظة الغربية وتحديدا مشروع مركز شباب قرية نهطاي ومجمع خدمات المواطنين جولة تفقدية لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي بعدد من المشروعات التي تنفذ بالقرية والتي تندرج إضافة إلى 53 أخريات ضمن مشروع الدولة القومي العملاق لتطوير الريف المصري بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة الذي يستهدف النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين زي ما تفقدت حضراتكم شفتوا معانا يعني نموذج من النماذج التطوير اللي ان شاء الله كل قرى مصر هتكون بهذا الشكل المركز كله على بعضه النهارده 600 الف نسمه عدد سكانه في اكتر من الف مشروع بيتنفذوا في وقت واحد القريه زي ما حضراتكم شفتوا هي قريه من القرى الام ففي اهتمام كبير جدا يعني شفنا حجم المشروعات في كل المجالات بتكلفة تصل إلى 4.5 مليار جنيه وصلت نسب التنفيذ والإنجاز إلى 61% في قرى مركز زفتة المدرجة بالمبادرة الرئاسية وذلك بإجمالي ألف مشروع بقطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة وغيرها في الحقيقه مجهود كبير جدا يعني بي بيتم على ارض محافظه الغربيه في مركز زفته عندنا قريتين قريه نهطاي وقريه تفاهه العزب مرشحتين ان شاء الله لافتتاح الرئاسي منظومه عمل كبيره جدا الكل بيشارك فيها عشان فعلا يعني يكون امام السيد رئيس الجمهوريه وعدة فاوفى جولة تفقدية لرئيس الوزراء بمصاحبة عدد من الوزراء شملت متابعة مشروعات التطوير الأخرى بمحافظة الغربية وذلك بالمنطقة اللوجستية المقامة على مساحة 83 فدانا إضافة إلى تفقد الكورنيش ومنطقة السيد البدوي بعد التطوير. سالي سالم التلفزيون المصري.